أهلا بكم. حذرت اللجنة القانونية النيابية من تلاعب الحكومة في بغداد برواتب الموظفين من بوابة قانون الخدمة الاتحادي، وقالت اللجنة إن قانون الخدمة الاتحادي ليس له صلة بالرواتب والتقاعد، مبينة أن هناك قوانين خاصة بهذه الأمور، ومن ثم فاللجنة تخشى أن تستغل الحكومة هذا اللبس كونه يجمع القوانين المشتتة لشريحة الموظفين. وأضافت اللجنة أن الأولوية في الفصل التشريعي القادم سيكون لإقرار هذا القانون برغم من دعواتها للتريث في تشريعه كونه مهم ويجب أن يخرج بصورة رصينة على حد وصفها. قالت مصادر صحفية أن البنك المركزي العراقي أوصى بالتنسيق مع مصرف التجارة العراقي باستصدار قرار من حكومة بغداد بتخفيض نسبة 50% من فوائد القروض لمصلحة رجال أعمال متنفذين. وأفادت المصادر أن المستفيدين يمثلون مستثمرين ورجال أعمال مرتبطين بأحزاب وجهات نافذة، مشيرة إلى أن حصتهم من هذه التوصية تبلغ مئات الملايين من الدولارات. وأوضحت المصادر أن القرار لخدمة المتنفذين من قيادات الأحزاب والميليشيات والمقربين منهم من رجال أعمال والذين لم يسددوا سعر الفائدة ولا أصول الدين المترتب عليهم، على الرغم من الأرباح الكبيرة التي جنوها من المشاريع التي تأسست بتمويل هذه القروض. أصيب سوق المواشي في بغداد بالركود بعد قرار منع دخول الأغنام والعجول إلى العاصمة من قبل السلطات الأمنية. وبحسب شهود عيان فإن قرار منع دخول المواشي والأغنام إلى بغداد أدى إلى نفوق المئات منها في أحواض السيارات، وتضاعفت الأسعار إلى أكثر من النصف مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يزداد فيه الطلب على المواشي من قبل المواطنين. يذكر أن سكان بغداد شكوا من ارتفاع أسعار الأضاحي، فيما عزى تجار المواشي أسباب ذلك إلى القرارات الأمنية غير المبررة بمنع دخول بضائعهم رغم قرب حلول عيد الأضحى. أكد النائب عن تيار الحكمة فرات التميمي أن عملية انتخاب رئيس هيئة استثمار ديالا رافقته شبهات فساد وخروقات قانونية، واتهم التميمي مجلس محافظة ديالا فيما رافق عملية انتخاب رئيس هيئة استثمار بالمحافظة من شبهات فساد وخروقات قانونية واضحة، مبين أنه تقدم 28 مرشحا للمنصب أغلبهم من مجلس المحافظة بخلاف القانون. لذا جاء رد الهيئة الوطنية للاستثمار بأن مجلس المحافظة خالف القانون بترشيح أعضاء من المجلس للمنصب. قالت هيئة المنافذ الحدودية إنها أتلفت كمية من الأدوية في مطار بغداد، وأضافت الهيئة أن الأدوية التي تم إتلافها عبارة عن مكملات غذائية وأدوية بشرية متنوعة، وقد تم ضبطها في صالات المسافرين لمطار بغداد لمخالفتها الضوابط والتعليمات، كما أنها بدون موافقات استيرادية. يذكر أن ظاهرة تهريب الأدوية مجهولة المصدر أو الفاسدة قد تزايد بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.